استاذ طارق، من اهم مصادر دخل النادي الاهلي العضويات. اه طبعا. فرع الجديد في التجمع الخامس، وبرضو ايام مجلس المهندس محمود طاهر هم جابوا الارض، بس انتوا قمتوا بالبنى من اوله لاخره وشيدتوا صرح الناس كلها. الحقيقه انا لما رحت اتخضيت من الجمال اللي موجود في النادي. ازاي قدرتوا تسوقوا والادويات النهارده الارقام بقت في النادي الاهلي ما شاء الله في الادويات، وانت مسؤول عن ملف الادويات؟ جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي عايزين يطمنوا على الملف ده. طبعا هو فرع التجمع ده بالذات اللي هو يعني اسمه القاهره الجديده، يعني نعم. القاهره الجديده ده كان مشروع من زمان، يعني نعم. كان بقاله سنوات يعني. صحيح. وفعلا كان في مجلس المهندس محمود طاهر يعني تعبوا وجابوا ارض. نعم. واصطدمنا لما جينا كمجلس اداره في الدوره اللي فاتت موضوع الارض والتجريف اللي فيها، فكان لازم يتغير مكان الارض يعني. فكان في مكان ارض تاني، والحمد لله ربنا وفق ان كمل. نعم. فرع التجمع مبني على احدث حاجه على فكره. نعم. يعني كتقنيات تشطيبات وبنى. نعم. لو اتفرج يعني من جوه طبعا دخلت الفرع. نعم. انا اتخضيت. لان انا رحته زمان، بس هي في جزء كبير منها انت عارف يا كابتن شوير. ان هو مجلس واحد، يعني هو مجلس اشترى الارض ومجلس هو اللي بنى المكان. نعم. وكمل البنى على مدار اللي هي الدورتين. نعم صحيح. دي بتخلي في نوع. نعم. من يعني مش معناه ان لو اي مجلس ثاني او حاجه. نعم. يعني طبعا يعني كل المجالس طبعا، ودي ميزه النادي الاهلي كله بيكمل. بس انا بتكلم على كفكر. نعم. يعني كفكر يعني انت خدت الموضوع من اوله فكمل بنفس. نعم. واستغليت فيها بنفس يعني الطريقه اللي انت بادئ بيها، وفي نفس الوقت استغليت كل التقنيات الحديثه في الصرف على الفرع ده. نعم. فالفرع ده اتعمل فيه مجهود جميل جدا. بدانا فيه العضويات من. نعم. قبل افتتاحه بفتره. نعم. وجينا فتره بقى استعنا بكابتن خطيب بقى قلنا له لازم تعمل اعلان، فطلع اتكلم على الفرع مع التصوير. ايوه. مع التصوير ده بعدها عدد بقى. الحمد لله. الحمد لله عدد الأدوات في الفرع يعني اكثر من 12000، ده رقم قياسي طبعًا. اللي بيحصل على طول عندنا كثافه متنفس للمنطقه كمان. وعايز اقول لحضرتك حاجه، في برضو مؤشر حلو قوي جوه النادي الاهلي في العضويات. نعم. احنا حاطين في اللائحه ان العضو الفرع ان هو من حقه ان هو الاستكمال في خلال 4 سنين بنفس سعر العضويه العامله وقت ما اشترك. كويس. يعني سي دلوقتي العضويه العامله مثلا 855000 جنيه تقريبا يعني. نعم. حد كان اشترك في التوقيت ده قدامه 4 سنين، اشترك في زايد او التجمع يعني. جميل. 4 سنين هو عمل يعلي عضويته للعضويه كلها بتاعت النادي. بالسعر اللي اشترك بيه. اللي هو كان فيه العضويه العامله عشان يقعدوا في الاربع فروع. في الاربع. نعم. فروع. هتلاقي مثلا زايد حوالي عضويات حوالي 15000 تقريبا يعني. نعم. في حوالي لغايه دلوقتي 6000 واحد عملوا ابجريد لعضويتهم، يعني علوا عضويتهم من عضويه فرع لعضويه نادي. ده اكبر دليل كمان الحمد لله ان هو ايه، ان اللي بيخش النادي كعضويه على طول بيتمتع بالمزايا، بيخلي نفسه ان هو بقى عضو في كل فروع النادي. برضو التجمع في وقت بسيط في ما يقرب من 400 واحد عملوا علوا عضوياتهم. نعم. كان لنا تجربه جميله جدا على هامش كاس العالم قبل كده للانديه في الامارات. نعم. في غضون فتره قصيره قوي ومع المصريين اللي عاملين في الخارج. نعم. وعملت شغل كويس جدا. أنا جدا دي. جدا كان. نعم. كنت موجود. نعم. في مره فيهم كنا في فندق وكنت مقيم في نفسه. مظبوط. ف جابت يعني عضويات كثيره من بره. ما شاء الله. عملت ارقامه بالعمله الصعبه. يعني في البعض يعني الحقيقه حاول يعمل نفس تجربه بس لم ينجح. في البعض لكن لم ينجح. طب انا عايز اسالك عن فرع زايد، لان بس أنا لا انكر طبعا المجهود اللي بيعمله كل العاملين في النادي الاداره التنفيذيه. مش عايز كلام، مش عايز كلام. كلهم مجموعه الاشتراكات دول تفانوا أبطال. تفانوا. فمدام عز حلمي، الاستاذ محمد رمضان، الاستاذ اراندا، الاستاذ تامر، لا يعني وكل المجموعه اللي بقى معاهم بقى اسماء وغير يعني. نعم. عدد كبير جيش وفي كل الادارات التنفيذيه على فكره. طيب. يعني المدير المالي الاستاذ عماد حلمي ده مجهود غير طبيعي. حاجه عظيمه. يعني النادي كله الحمد لله كل الناس في المجال وبيحبوا النادي يعني. طبعًا. هم بيشتغلوا بحب للنادي. والد الاستاذ عماد حلمي الحاج حلمي. الحاج حلمي زمان ده كان لوحده زمان ماسك حسابات النادي كلها. يعني كل فرق النادي كانت تروح تقبض عند الحاج حلمي، يقول لك القبض نزل فنروح عند الحاج حلمي. بس هو بقى كان طول عمره منظم،
فعامل وقت للكوره، وقت للمش عارف ايه، وقت لايه، وكانت حاجات كلها بسيطه ساعتها، لكن هو الواحد الله يرحمه كان ماسك كل ده. لكن انا عارف انه الدوره دي بالتحديد كان فيها شغل كتير لفرع زايد. طبعا. وحصل انه كان هناك تكليف من المجلس لكل الادارات، انه كانت في بعض الشكاوى زمان من اعضاء فرع زايد، وتم ما شاء الله تحديث تحديثه. القناه عرضت قريب. نعم. انا فاكر يعني عرضت، هنعرضه تاني دلوقتي ان شاء الله. تاني. نعم. كمل التحديثات ماذا والانشاءات حدث في الجديده اللي نعم. حصلت في زايد. لا، تم استكمال مجموعه من الانشاءات وموضوع نعم. حمام السباحه اللي كان بقاله يعني حاجات كتيره قوي. ده حمام سباحه جديد عالمي لسه من كام يوم. الشارع نعم. العقاري تم نعم. افتتاح الشارع العقاري والمسجد المبنى الاجتماعي. كان اهم حاجه حمام السباحه للاعضاء طبعا. فحاجات كتيره قوي في الشيخ زايد متعلقه بالانشاءات تم استكمالها على مدار الفتره اللي هل ده بيحمل اعباء على اعضاء النادي؟ يعني مثلا بتزود عليهم الاشتراكات، بتزود لا عليهم لا في حدود ما يعني لو بصيت على الاشتراكات في النادي الاهلي نعم بتاعه العضويات قياسا بكم الخدمات اللي بتؤدى والكلام ده هتلاقيها مبالغ. الاشتراكات هنا يا جماعه بنتكلم على الاشتراكات السنويه. السنويه نعم. اللي هي بتاعه هتلاقيها مبالغ قياسا بانديه يعني. كتير يعني ما بيحسوش بيها. ده يجرني بقى للاستاد، لانه ما زال حلم جماهير النادي الاهلي، وعارف انه حلم مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب استاد الاهلي. فعمل مؤتمر كبير والتحالف والقصه وشركه برئاسه الصديق العزيز محمد كامل، لكن حتى هذه اللحظه الناس لا شافت التصميم بتاع الاستاد ولا القصه شكلها عامله ازاي. احنا رايحين فين؟ الامور ماشيه دايما انتوا بتقعدوا كده مكتمين مفاجئنا يعني امتى هتفاجئونا؟ خلي بالك موضوع الاستاد ليه جوانب كتير قوي. نعم. يعني متعلقه بحاجات تسويقيه وحاجات متعلقه بالاستاد. نعم. كحته الرعايه بتاعته او اللي هي مسؤوليه نفسه، هتكلم مع شركات مين وكده. الشغل في الكلام ده اللي احنا حاسين بيه ان الشغل شغال على قدم وساق، يعني نعم. شغال جميل جدا، لكن الاعلام في حاجات معينه في الوقت المناسب. ايوه. وبرضه ترجع حاجه تاني، ان لولا اللي هو كابتن محمود خطيب اصر عليها في اول دوره، قال اول مهمه لينا نعمل اللائحه. نعم. لولا وجود اللائحه اللي هي تسمح بالشركات اللي هي تمخض عنها بقى. نعم. مجموعه الشركات. نعم. دي وشركه الخدمات الكره، وشركه الكره اللي طلع منها شركه القلعه الحمراء، ما كناش نقدر نعمل الكلام ده. ايوه. عشان يبقى في تسهيل في التعامل نفسه كمنطق الشركات غير النادي. نعم. غير التعامل بتاع النادي. فلا ان شاء الله الكلام ده شغال كويس جدا. في قامات موجوده في الشركه دي وشغالين، واكيد في الوقت المناسب كل حاجه فيها هتطلع يعني.